السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات وانت شغال على الريفت ما تلاقيش اللينك اللي انت ساحبه موجود، يعني انت مثلا شغال على ملف معماري وساحب لينك شيء ما تلاقوش ظاهر عندك، فتدخل فتلاقي عندك مسار هنا محطوط اسمه سيف باص، فتعمل رولود فروم وتحمل الجديد، فتلاقي الجديد نزل هنا في اللوكال الياس ما نزلش في السيف باص، فبقى عندك مسارين مختلفين. ده المسار ملف انت واخده مثلا من شركة تانية او من فريق اخر، فظهر بارتيشن مش موجود عندك اصلا، وهنا اللوكال دوت ظهر الحاجه اللي عندك على الجهاز. مجرد ان انت تقفل الملف ده وتفتحه اللوكال ده بيضيع ويفضل معاك السيف باص، فكل مره بتفتح الملف بتاعك بيظهر عندك المسار دوت. ده بيكون بالذات لما يكون الملف اللي انت ساحبه لينك معمول في شركه تانية واتبعت لك، فهم مظبطين الملف دوت ان هو السنترال بتاعه على الدرايف بتاعه، فالدرايف ده مش عندك فبيطلع في ايرور. الايرور ده ان هو محطوط على ملف او محطوط على مسار مختلف. طب الحل ايه؟ الحل ان انا هفتح الملف دوت تمام واعمل له ديتاتش واروح مسيفه في نفس مكانه بنفس الاسم، تمام؟ يعني هو جواه محتفظ ان انا لما اعمل سينك يروح على الزد ويخش على الفولدر اسمه مثلا حلمشتات ويروح مسيف عليه. بقول له لا، النظام ده كان في الشركه القديمه، دلوقتي انت بقيت موجود عندي، فانا هغيرك وخليك سايف على المسار اللي عندي اللي هو مثلا البي نوتين شرطه وهكذا اسم المسار. فده حل المشكله ديت لانها بتكرر كتير، وكل ما تقفل الجهاز انت عملت ريلود او ريلود فروم واتخزنت هنا في اللوكال اليس، مجرد قفلته وفتحت اللينك طار، فده يعمل لك مشكله. فالحل بتاعها تاني ان انت تشوف الملف اللي انت ساحبه لينك تفتحه تعمل له ديتاتش وتروح مسيفه تاني بنفس الاسم في نفس المكان.